صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وغادي يكون هذا الفال ديالكم السمراوات مع الابيض مع الحنطي مع الاسمر، وان شاء الله فالكم فال خير وان شاء الله فالكم فال ايجابي. هذا الفال هذا غادي يكون خاص من الناحيه العاطفيه، السمراء قبل ما نبداو واحد لايك كفتوح ونكملوا الفال ديالك. فغادي تكوني انت هذه السمراء وهذا الحظ ديالك مع الرجل الابيض، كان حنطي كان كان زوج كان حبيب او شخص انت حطاه في البال ديالك، وانت وحظك مع الفال. كنشوف هنا شي سمراوات اللي هما متزوجات، فمالك زربانة على عمرك، مالك تقلبي على الطلاق، مالك باغا الطلاق، تأني تأني هي بشوية. كنشوف راه داخل هذيك اللي انتي كتقلبي على الطلاق وكتسولي فيه وباغية تطلقي، كاين شوية طاقات سلبية هي اللي كتخليك تصرفي هذا التصرف هذا، فتروي بهدوء ولا تتسرعي. هاد الابيض هذا خصوصا الا كان في البلاد البعيده او اجنبي غادي يكون رد عليك بالظهر ولا اهتمام. كنقول لك كاين عندكم شويه طاقه سلبيه على الحظ ديالكم، غادي تكونوا متباعدين انت وهاد الابيض هذا، واخا هو مازال كاين في الخط ديالكم، مازال كيفكر في العتبه ديالكم، مازال كيفكر فيك، ولكني كنشوفكم متباعدين. كنشوفك انتيا بحال واخا داخله تشوفي على هذا الابيض كانك مليتي، ما بقاتش عندك جهد، ما بقاتش عندك طاقه ليه. كتشوفي هنا باغيه غير تعيشي حياتك، باغيه ديري حاجات جديده، او كتشوفي للمدى البعيد، او باغيه ديري ترتيبات لحياتك في الايام المقبله. كنشوف هنا اللي كتفكر في الحمل، فكيقول لك الفال مازال يعني في حياتك مازال غادي يكون عندك اطفال، وكاين هنا اللي عندها اطفال او اولاد، وغادي تكوني مهتمه بزاف بالابناء ديالك. كنشوف بحال هذيك الرومانسيه وهذاك الحب وهذاك الغراميات ما بقيتيش كتحسي بالحلاوه ديالهم، يعني عايشه وهكاك، يعني ما كاينش داك الحب من القلب ولا داك الاستمتاع بالحب وهذاك الحب اللي هو تيكون زوين. فبحال انتيا بحال فاقده الامال، ما عجبكش حال. كنقول لك الابيض بصفه عامه واخا انت رد عليه بالظهر، فهاد الابيض هذا الا كان الحبيب ديالك راه كيفكر فيك ونيته صافيه وباغي الزواج. هاد الابيض هذا وممكن انه يهضر لك بخصوص الزواج خلال ثلاث اوقات، يا اما ثلاث ايام او يوم الثلاثاء غادي يهضر لك بخصوص العلاقه ديالكم بشكل اللي هو جدي. كنقول هنا اللي باغي الجديه هو الابيض اللي يشتغل في مصلحه حكوميه او يلبس لباس خاص، غادي يكون عندك معاه زواج او هضره عفوا او هضره وكلام بخصوص زواج. كذلك هنا كنشوفك عندك رجل اخر اللي هو حنطي، هذا الحنطي هذا باغي غير الزهو، باغي غير الاستمتاع، باغي غير العلاقات الحميميه. حتى الا كنتي مخصمه مع هذا الحنطي مازال غادي يرجع لك، ومازال غادي يغريك بفلوس وبحاجات ماديه. هذا الابيض لبعض فيكم اللي هو في البلاد البعيده او هو اجنبي عنده ارزاق وكيهضر مع الاهل ديالو عليك او مع الام ديالو عليك. كنشوف شويه الاهل ديالو شويه غضبانين او ما موافقينش عليك. هذا اللي جا في الفال. وكنقول لك الا كان عندك رجل ابيض نحيف وكنتي كتنتظري المجيء ديالو او الدخول ديالو للعتبه، فالابيض النحيف كاين الدخول ديالو للعتبه ديالك. هذا ما جاء في الفال ديال كل بعض فيكم اللي حاطه ورقها من اجل الطلاق مع الابيض النحيف، طلاق كاين
يعني الطلاق غادي يتم. اما اللي ما حطاش اوراقها من اجل الطلاق مع الابيض النحيف، هذا كاين الدخول ديالو للعتبه، او حتى الا كان هذا الزوج ديالك وكان هاجر كاين الرجوع ديالو للعتبه. واذا كان هذا الابيض النحيف الحبيب ديالك، فممكن يجي عندك حتى الباب البيت ديالك او باب العمل ديالك. فهذا مجال الفال ديالك يا السمراء مع الرجل الابيض، ونشوفوك يا السمراء مع الرجل الحنطي. غادي تكوني انت هادي السمراء وهذا الحظ ديالك مع الرجل الحنطي، كان زوج او حبيب او شخص انت حطاه في بالك وانت وحظك مع الفان. كنشوف هذا الحنطي هذا شويه متالم من الناحيه العاطفيه ديالكم. هو انسان عاطفي وحساس لدرجه كبيره، غادي يكون كثير الاتصال بك او كيبغي يكون معاك او يبغي يخرج معاك او يبغي يهضر معاك بزاف هاد الايام هادي. كنشوفك انت شي شويه ما كتعطيهش وقت او متكبره عليه، او غادي تكوني مهتمه بالبيت او بالعمل ديالك، فاعطيه شويه وقت لهاد الحنطي هذا. فهذاك التهرب ديالك او عدم الاهتمام او ما كتعطيهش وقت شي شويه غادي يلمو غادي يجرحو، او غادي يقول هاد الانسان هادي ما كتبغينيش قد ما كنبغيها. فهو كاين الحب من طرف هاد الحنطي هذا، كيبغيك باغيك هاد الايام تسمعي ليه، باغي يجلس معاك اكثر، غادي يكونوا اتصالاته كثيره، فغادي يكون مستمتع بسماع الصوت ديالك او بمرافقة ديالك هاد الحنطي في الايام المقبلة. كنشوف كذلك البعض فيكم هاد الحنطي هذا غادي يدير لك مفاجأة، او ممكن يدير لك هدية، او ممكن يكون البعض فيكم عندها عيد ميلاد وغادي يفاجئها هاد الحنطي هذا، او ممكن يساعدك حتى ماليا الحنطي هذا. وكنقول البعض فيكم اللي هي مغتربة، فعندك سفر مع الحبيب ديالك او مع الزوج ديالك اللي هو حنطي، وعندكم تغييرات الى الاحسن، وعندكم واحد السعاده اللي هي كبيره يا المغتربات مع الرجل الحنطي، وخصوصا الا كان الحبيب. يعني هاد الاشياء المغتربات غادي تكون عندكم مع الزوج ومع الحبيب، ولكني اكثر هي مع الحبيب. غادي يكون عندكم تحركات او اصفار او عطله واستجمام، تغييرات الى الاحسن، هدايا، متعه، حاجات اللي هي ايجابيه مع هذا الرجل الحنطي. هذا ما قال الفال ديالك يا السمراء. وتنقول لك البعض فيكم اللي هي داخله تشوف هذا الفال هذا وما عندكش حبيب، سواء كنتي عازبه مطلقه ارمله، تنقول لك راه كاين عندك حظوظ من ناحيه ديال التعارف. كيبان لي هنا كاينين جوج الاشخاص، كاين رجل مسؤول او رجل اللي عنده مركز مهم، وكاين رجل ابيض اللي هو عريض الكتاف. كان هذا الابيض عريض الكتاف رجل يشتغل بكل ما هو ورقي او خشبي، فهذا الشخص هذا منتبه لك او حط عليك العين، او مازال حتى غادي يهضر معك هذا الشخص هذا. والبعض فيكم كاين هنا رجل قانون او رجل مسؤول او رجل عنده مكانه مهمه، ممكن يكون عندك معاه تعارف في الايام المقبله. هذا مجال الفال ديالك يا السمراء مع الحنطي، وغادي نشوفوا السمراء مع الاسمر. فغادي تكوني انت هادي السمراء وهذا الحظ ديالك مع الرجل الاسمر، كان زوج او حبيب او شخص انت حطاه في بالك وانت وحظك مع الفال السمراء. ما تنسيليش لايك ونكملوا الفال ديالك. وانا السمراء
فان شاء الله فالك خير وان شاء الله فالك ايجابي. مالكي هزة الهم ديال الدنيا والدين، معصبة مقلقة مقندشة متحملة المسؤوليات كلها. رخي رخي شوية مالك على هاد الحالة كلها. انتي جاية تشوفي على السمر والابيض طيح بقلبو عليك، وغادي تزهري مع الرجل الابيض، وهاد الابيض هذا كيبغيك بشكل كبير، وهذا الابيض باغي الزواج بيك، وباغي المعقول معاك، وباغي اولاد معاك. كنشوف البعض فيكم اللي هي يعني عندها هذا الابيض هذا، وكنتي متكبره عليه، او كنتي كتهدديه، وكل مره كتقولي له انا غادي نمشي، انا غادي نخليك، اما بقاش عاجبني هاد، راه ممكن انه يصدمك ويرجع للطليقه ديالو، او يتزوج امراه اخرى بواحد الشكل اللي هو سريع، وممكن يتزوج مرأة عندها أطفال. فانتبهي للتصرفات ديالك مع هاد الأبيض هذا. بالنسبة كنشوف أنا اللي غادي يكون عندها زواج مع الأبيض هي اللي الأبيض مطلق وعنده أولاد. فالأبيض اللي مطلق وعنده أولاد وهضر لك بخصوص الزواج، زواجك قريب مع هاد الشخص هذا. والأخريات اللي هي مؤخرا كان عندك شجارات وخصامات مع الابيض، وكل مره كتنفخي عليه، او كل مره كديري ليه بلوكات، او كل مره انت زعلانه وغضبانه، فهاد الشخص هذا راه ممكن يفاجئك مفاجاه اللي تصدمك. يعني ممكن انه يتزوج بمراه بواحد السرعه غريبه جدا، وبمراه اللي سبق لها الزواج وعندها اطفال. وكاين البعض فيكم اللي يعني هذا الحبيب ديالك وكان مطلق، فممكن يرجع للطليقه ديالو، فانتبهوا. واللي ما عندهمش هاد الحالات هادي، فكنقول لك هاد الابيض هذا راه طايح في حجرك بقلبه، وكيفكر فيك وباغي يظهر معاك، وكنشوفه غادي يكون بيتوتي، او غادي يكون كيبغيك دائما تكوني معاه في البيت، غادي يكون كثير الكلام والهضره، وغادي يكون باغي الحب والرومانسيه والهدوء هاد الابيض هذا. وتنقول لبعض فيكم اللي جايه انك تشوفي على هاد الاسمر، فكنشوف الاسمر عنده فلوس، غادي يكون شويه مغير عصبي، غادي يكون تابع للاهل ديالو، الاهل ديالو كيبغيوك هاد الاسمر هذا، باغيين كانك ترجعي ليه، ولكني تبقاي تحت السيطره ديالهم. فهاد السمر هذا يعني ما عندوش، كنشوف ما عندوش شخصيه، ما عندوش يعني انتي اقوى منه. وكنشوف كذلك هذا الاسمر غادي يكون زهواني، وغادي يكون مخادع، وغادي يكون كيخونك في هاد الايام هادي، او ديجا راهو كيخونك، فانتبهي من هذا الاسمر هذا. كنشوف انا الاهل ديالو باغينك اكثر ما هو باغيك، اما هو فكيشوف الناحيه اخرى، كيشوف السيده اخرى. الخيانه كاينه، انتي كتشوفي ليه هو رد عليك بالظهر، غادي يكون دائما كيلقى اي حاجه صغيره منين انه يتعصب عليك او يرد عليك اللوم، وتكوني انتي دائما هي الخاطئه. فقط هنا شكون اللي عندها امور شويه جيده مع الاسمر، الاسمر اللي يشتغل في مصلحه حكوميه، انت اللي غادي يكون عندك معاه اشياء اللي هي ايجابيه، ممكن هدايا، ممكن اموال، ممكن ارزاق، ممكن انك مع هذا الاسمر هذا ديري عمل معاه، وكاين الحب، وكاين الاستمراريه مع هذا اللي يشتغل في مصلحه حكوميه. البعض فيكم اللي جايه تشوفي على هذا الاسمر هذا، وانت عندك كذلك رجل حنطي، فكنقولك الرجل الحنطي هذا مازال كاين في الخط ديالك، مازال نيته صافيه معاك، بحال ما باغيش انه يتخلى عليك، او كيشوف راسو غادي يخسرك الى ما رجعش يتكلم معاك، كيشوفك انك فرصه، بدا كيعرف القيمه ديالك هذا الشخص الحنطي، مازال غادي يهضر معاك، او مازال غادي يتصل بيك. كنشوف هذا الحنطي
خصوصا إذا كان في البلاد البعيدة أو هو أجنبي مازال باغي يجي لعندك حتى للعتبة ديالك ومازال كاين في الخط ديالك. فهذا ما قال الفال ديالك يا السمراء مع الأسمر. فقلنا الأبيض إذا كنتي جيتي تشوفي على الأسمر وكان عندك رجل أبيض، فكنقول لك هذا الرجل الأبيض ممكن اللي عندها أبيض مطلق وعنده أطفال، هذا أنت اللي غادي يكون عندك زواج قريب، وكاين البعض فيكم اللي غادي يصدمها هذا الأبيض بالزواج ديالو من سيدة أخرى، وكاين اللي هي عندها هذا الحبيب ومطلق فممكن يرجع للطليقة ديالو، واللي ما عندهمش هذه المواصفات الأبيض فكنقول لك الأبيض مازال كيبغيك ومازال راكي في قلبه ومازال باغي يظهر معاك. واما بالنسبه للاسمر اللي جايه تشوفي عليه فكنقول لك ممكن الى حتى اوراقك من اجل الطلاق، الطلاق غادي يتم. كنقول الاخريات كاين هاد الاسمر انه كيخونك، كيشوف المراه اخرى، غادي يكون زهواني. الا كان هذا الزوج ديالك او الحبيب ديالك كيف ما كان الاهل ديالو باغينك، الاهل ديالو باغينك تكوني معاه، هو كيسمع للاهل ديالو، ولكن واخا يكون معاك ف كنشوفو غادي تعذبي مع هذا السيد. هذا هو قاسي سلطوي كي يبغي تعذيب المرأة، فما عندك ما تديري بهذا الأسمر هذا. وإلا كنتي قادة على تصرفاته القاسية فاستمري. فقط هنا كنقول اللي عندها الأسمر يشتغل في مصلحة حكومية، انت اللي عندك معاه أشياء إيجابية. وإلا كان عندك حبيب او زوج اللي هو حنطي وانت جايه تشوفي على هذا الاسمر هذا، فكنقول لك الا كان في البلاد البعيده هذا الحنطي هذا فكاين المجيء ديالو مازال كاين في الخط ديالك ومازال باغيك ومازال غادي يكون عندك في الحياه ديالك. وكنقول لك الحنطي بصفه عامه باغي يظهر معاك ومازال غادي يتواصل معاك او يتصل بك هذا الحنطي هذا، واللي هي مفارقه مع هذا الحنطي فكانه بدا كيعرف القيمه ديالك او ما باغيش انه يفقدك هذا الشخص وباغي يرجع لك ومازال غادي يرجع لك ومازال غادي تكون بيناتكم هضره وكلام. كان هذا الفال ديالك يا السمراء. ما تنسيليش لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات، وشكرا لكم على تعليقاتكم، وانا السمراء كنبغيكم. باي باي.